هننقلها حالا اوضه التنفس الصناعي. شكرا. الاستاذ اللي معاكي دفع 50 جنيه تحت الحساب. طايش صدق بابا لما كان بيقول عليك ما انتش قد المسؤوليه، طول عمرك عقلك صغير. انا تقديري المسؤوليه وحتم عليا اتاكد اولا من العلاقه اللي كانت بينها وبين بابا. انت لازم تدوس على قلبك قبل ما تندب وتقع زي ما حصل. انت حبيتي فؤاد؟ كلب كلب، وما يستاهلش لحظه واحده من اللي قضيتها معاه. كلب وعرف يلعب دوره علي، ما كفاهوش انه قتل بابا، تعمد انه اجرح قلبي وكرامتي. مش نقرا الحقيقه وبعدين نحكم؟ انت لسه عايز تدور يا اخي؟ يا اخي فوق لنفسك، ده انت لو كنت في الصعيد واتقتل ابوك كان لازم تجيب رقبه 10 قصاده. واما البشر تصبح وحوش، واما البشر تصبح حجر، واما البشر تصبح دياب، واما العالم يصبح غاب، كل ما فيه انياب انياب انياب، لما الكون يصبح زنزانه قطبا او قطرا عذاب. محدش واخد بينا حاجة. واختي وامي ابو سنة. مادام انت هنا قول يلا نفسه بس، هتشيل همهم ليه؟ اصل سيبهم لوحدهم. ما تحملش همهم، مفيش في الدنيا اجدع من الستات واللي خلق الخلق. ازاي فؤاد؟ الحمد لله بخير. اوعى تكوني قلتي له حاجة، كفاية اللي هو فيه. اطمني وما تشغليش نفسك. وانتي عاملة ايه؟ هبتدي من بكرة ادور على شغل وربنا يسهل. ايه تساوي تقول لها دهب؟ يلا مسك عليها فرجيني شطارتك معاها. قالش رماك على المر؟ قال اللي امر منه. جوزي يا حبة عيني خدوهم الدار للنار، وادينا حايسة وراه. معقولة سيبه هو منضام؟ دي عشرة عمر، 20 سنة مع بعض ما شفتش منه إلا كل خير. إلهي وريني فيهم يوم اللي رموه الرمية دي. معلش، ربنا عايز كده. حكمته، هنعمل إيه؟ قدر ولطف ونرجع ونقول أرحم من حبل المشنقة. واديني بشوفه كل نهار جمعة والسلام. عايشة مع مين دلوقتي؟ لوحدي. يا عيني يا بنتي، والنبي انا قلبي حبك. ابي تعالي زوريني، اقعد حط غلبك على غلبي. هنعمل ايه في بختنا المايل؟ قبل انا جاية، قبل انا جاية، قبل انا جاية. مالك؟ تعبانة. واحدة تقدري تروحي لوحدك؟ ولاد الحلال كتير ربنا يسقهم لي. انا اوصلك. ان شاء الله يخليكي ويجعلك في كل خطوة سلامة. ان شاء الله يخليكي يا رب. استأذن بقى. يا ندمتي، وده اسمه كلام؟ والنبي ترتاحي شوية. اجري يا بنتي يا جمالة تجهزي الغدا. حاضر يا عمتي. ملوش لزوم. ايه ودي تيجي؟ ده احنا ناس بلدي مشيت من عندنا كده من غير ما نقوم بالواجب يجرحنا. ده احنا قدها وقدود،
اتفضلي استرياحي. بس مفيش لزوم تتعبوا نفسكم في حكاية الغدا. واحنا هنتعب في ايه؟ فضلة خيرك، عندنا كل حاجة جاهزة. خلصتوا الجرد؟ تقريبا، الدفاتر كلها سليمة. يعني فؤاد ما كانش بيلعب بديله في حاجة أبدا؟ مفيش. من فضلك تراجعها تاني كويس، أنا لسه عندي شك فيه. حاضر، أعيد مراجعتها من تاني. كفاية يا أستاذ، أنتوا بقالكوا أكتر من شهر عمالين تراجعوا الفواتير والدفاتر، ومش لاقيين حاجة تمسكوها عليه، يبقى خلاص. خلاص؟ خلاص إزاي؟ يعني بالعافية عايز تطلعيه حرامي؟ أيوه، لازم يطلع حرامي، لازم يتحاكم عليه بمدة تانية. أنا مش عايزة يطلع من السجن أبدا. وإذا كنا مش لاقيين حاجة عليه، أنا هتهمه بالاختلاس، هدور له مستندات. سيدي هيبقى عمل غير إنساني. وهو يعني لما كان قتل أبوك كان بيعمل عمل إنساني؟ أنت غرالك إيه؟ ما تقولي نفسك. أنا متأكد إن حقدك الشديد عليه مش بس عشان قتل بابا، عشان مزيف، حقير، نصاب، نصاب. شوه صورة أبويا الحلو، مرمط بسمعته الأرض. أنا ما يهمنيش إنه مات. كلنا هنموت في يوم من الأيام. لكن اسمه اللي كان لازم يفضل عايش ليوم القيامة. ارفعي يديه ترد شرف. ما احنا سبق اتكلمنا في الحكاية دي قبل كده. يا سرايا علي، الشهود كلهم بيأكدوا ان بابا كان ما تكملش. شهود مين دول؟ مش البنات المعقدين اللي ما كانش بيعبر واحدة فيهم؟ كانت الواحدة منهم تتمنى ابتسامته او نظرته اللي طبعا كان بيستخسرها فيهم. طيب والرقاصة بتاع اسكندرية؟ انت معايا ولا ضدي؟ مع الحق يا سرايا. المفروض انك المحامي بتاعي ولازم تبذل كل مجهوداتك عشان تنفذ لي طلباتي. حتى لو كانت القضية خسرانة؟ ابويا كان انضف واحد. العالم كلكم وابويا كوم، ولازم كلكم تعرفوا الحقيقة دي. يا روح قلبي، انا قلت اجي ارد لك الزيارة. وسع لي الجدع يا ضنايا، شوفي هيحط الشيل اللي معاه فين. ولازمته ايه ده كله؟ فضلة خيرك يا حبيبتي. والله ما انا عارفة اودي جمايلك فين. يا اختي، بسم الله الرحمن الرحيم. تقعدي لوحدك كده يا بنتي ولا صريخي ابن يومين؟ يا حول الله يا بنتي. هي القبلة عندكم منين؟ اما الحق اخطف لي ركعتين من هنا. كتر خيرك. استني اجيب لك حاجه تصلي عليها. كتر خيرك. لك يا مجدع. شد على الله. تجيب عنك شوية؟ أنا أصلي خلصت مقطوعيتي. هات أحسن أنت على الحال ده، مش هتخلص ولا السنة الجاية. سامية، ممكن أقول لك حاجة لو تسمحي؟ غلط. مش لما تسمعي الأول. أنا بفكر في مصلحتك، مجرد كلامنا مع بعض غير سليم، الناس هيتصوروا حاجات. أنا كل اللي يهمني أطمن عليك. من فضلك مفيش داعي لإشكالات جديدة. طب كلمة أخيرة لو تسمحي. أفندم، أنا كنت السبب في مرض والدتك وأرجو إني أساهم في مصاريف علاجها. لو سمحت مالكش دعوة بالموضوع ده، أنا نبهت عليهم في المستشفى ما يقبلوش أي فلوس إلا إذا كنت أنا اللي سددها بنفسي. أصل ظروفك. أنا هتصرف، وكمان المبلغ اللي دفعته من غير ما تاخد رأيي أنا هسددهولك في أقرب فرصة. سامي، ما تبقيش عنادية. أنا إذا كنت بتقدرني صحيح ابعد عني. الناس مش هتقبل أي علاقة بيني وبينك، وحرام عليك تدمرني. عاملة إيه يا روحي؟ كل خير يا ماما. لقيت شغل. فتح عينيكي، ما تبقيش عبيطة وهبلة. الفاتورة ممكن نأجلها شوية؟ أصلي ما كنتش عاملة حسابي المرة دي. لا مؤاخذة، أصلنا هنا مستشفى خصوصي. معلش. تحب ننقلها مستشفى أميري عشان ما تتعبكيش في الفلوس؟ الدكتور ملحم الحركة. يا ضنايا، من جنيه لمية اطلبي بس اللي انت عايزاه.
وانا من ايدك دي لايدك دي. الفلوس دي كلها؟ امال واكتر من كده كمان، ده انت تتقلي بالذهب. لكن سلف يا حبه عيني لحد ما ربنا يفرجها. ما فيهاش حاجه، كل الناس بتتعذر. بس مش هقدر ارجع لك المبلغ ده كله. مين قال كده؟ ده انت هتعرفي ترجعيهم ونص. هي الفلوس بتقص على اي حد. طيب اكتب لك وصي. يا بنتي خليها على الله، قولي يا باسط عشان ابقى مستريحه. خلاص احنا ملناش الا راحتك. هز وسطك بالقوي يا عينيا، هز وسطك يا بنتي. اضرب يا اخويا على الوسط، خليك معاه اهو كده. اشتغل يا بنتي وسطك يا ويكا. فنون الموسيقى ترم تم تم. شعور الصنم بالنغم، فنون الموسيقى ترم تم تم. ترقق شعور الصنم بالنغم، كان الواد بغم ولما هز وسطك بالقوي عينيا، كان الواد بغم ولما انسجم. صباح الموسيقى جدع محترم، فنون الموسيقى حجاز وسيكا. يا ألف أهلا وسهلا، أهلا وسهلا خطوة عزيزة، اتفضلي اقعدي فرفشي معانا، اقعدي. من فتقة دي متاح، هعمل ايه؟ لازم امشي حالي ولا جوع؟ اكبني الراجل محبوس، قلت ارجع للفن تاني. اقعدي يا حبيبتي. مش كده يا بنت يا خايبة، خدي اللفة بالقوي، خليكي حركة، شوف انا هعملها ازاي. فنون الموسيقى حجاز وسيكة، توصل ودانا لقلبك يا ويكا ويكا. فنون الموسيقى. ويمين المصطفى كان عليا ماسكة سجار، ما تمسكها علمة في مصر. مالي ساهمت كده ليه؟ اصلي ما كنتش اتصور انك. لا صوري وخدي راحتك، ده الله يسعده من يوم ما خدني بطلني الكار. لولا الشديد القوي هو اللي رجعني ليه تاني، اكسب لقمتي بالشرف ما دام الراجل بتاعي مش موجود معايا. وجوزك يعرف؟ الحقيقه ما اكذبش عليكي، لا هاذي شعوره ليه؟ كفايه عليه رميته واللي هو فيه. انت مش ليكي في الكار بتاعنا؟ لا انا. لا ايه؟ مش بتقولي خارجة من معهد الموسيقى؟ أيوة. خلاص تبقى عالمة بشهادة. عندي فرح بكرة أخدك فيه، 5 جنيه في وش العدو. مالهم غير شطارتك في النقطة؟ لا مش ممكن. هو ايه ده اللي مش ممكن؟ أخويا فؤاد يزعل. وهو شعرفه؟ دي شغلانة عالسكيتي، لا من شاف ولا من دري. طب اخد رأي ماما. اوعي حسك عينك تجيب لها سيرة، وهي يا ولدها مرمية رامية، لا عدو ولا حبيب يشوفها. انت عايزة تكملي عليها ولا ايه؟ الشطاري وادخلي معانا عشان تعرفي تجيبي لها حق الدواء.
ويسكي؟ بشبه عليك. شمبانيا؟ شفتك قبل كده؟ الراجل عاوز يعرف. استنى حبة يا سليمان. حاضر. تكونش ولا بحمارك؟ افتكرتك. عايز ايه؟ مش كفايه اللي جرالي من تحت راس ابوك؟ كنت تعرفيه كويس؟ وحد حرق دم وشفت منه الويل غيره. الله يخرب. ولا على ايه؟ تضيفنا على كل حال. يعني عملك ايه بس؟ انا مش مهم. امال؟ كان غاوي ضيع مستقبل البنات. ايش عرفك؟ قربها قبل ما يموت بشهرين. كان مديني مفتاح شقته ادخل واخرج منها زي ما انا عايزه. ويوم ما لقى شقته منوره راح مكلمه في التليفون واشوفه عايزني ولا ماليش لزوم. في ليله شفت النور قايد في الشباك رحت طالباه فضل الجرس يرن 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 ولا حد بيجاوب. انشغلت عليه خدت بعدي وكريت على الشقه. بحبك يا خيريه. انا من يوم ما وظفتك في الشركه وانا مش قادر اشتغل. لا اذا كنت بتحبني صحيح اتجوزني. ما انت عارفه كلام الناس يا خيريه. انت جايبني معاك اسكندريه على اساس نكتب كتابنا هنا. وشرفي ناوي على كده. خلاص اصبر لغايه ما اكون حلال. اخس عليك يا خيريه للدرجه دي ما انتش واثقه فيا. كفايه اني وافقت ان اتجوزك في السر ولو اني مش عارفه الحكمه لغايه دلوقتي. الوضع يحتم كده. انت عارفه بنتي وارتباطها بيا وتهديداتها ليا بالانتحار لو اتجوزت بعد امها. خلاص نستنى لما هي تتجوز وبعدين نبقى نشوف لنا حل. مش قادر اصبر يا خيريه. بحبك وانت عارفه كويس الشركه حالها هيوقف من كتر انشغالي وتفكيري فيكي. حرام عليكي. انا قلبي تعبان مش هقدر اصبر على تعذيبك فيا. وبعدين يا مراد؟ وبعدين هنكون لبعض يا خيريه. اقسم بشرفي وحياه ولادي الاثنين اللي بترجاهم من الدنيا. انا واثقه من حبك يا مراد وانا كمان بحبك لكن شعوري باني موظفه بسيطه عندك مخليني مش مصدقاك. متصوراني راجل من نوع الوطن اللي بتسمعي عنهم؟ ما تقولش كده. بحبك يا خيريه ارحميني. يعني هتتجوزني؟ واديكي كل الضمانات اللي انت عاوزاها اول ما نرجع مصر. عيبك انك خليتني حبيتك يا مراد. كان متهيألي اصرخ وانقذها منه. وما عملتيش كده ليه؟ اقول لك الحقيقه خفت. وبعدين هي اللي جابته لنفسها. ما حدش قال لها روح ارمي روحك في النار. يعني ابوك الراجل دمه خفيف الله يخرب لكن ما يصحش. انت ضيفي مهما كان وده ابوك. طايش ما عندوش اي احساس بالمسؤوليه. بابي كان دايما يقول عليه كده. يا ست ثريا هانم انا بقالي في خدمتكم 20 سنة وشايف ان سعادي البيع عقل اول يومين دول. انت متاكد انه ما بيروحش ابدا يقابل البنت دي؟ بنت مين بس؟ المجرمه اخت المجرم ساميه زفته. والله البنت دي مظلومه وغلبانه. استهبده. انت مربيني صحيح لكن ما تخلينيش ازعل منك. يعني اخالف ضميري؟ خلفته قبل كده. انا تناسي ليله ما كانت مع بابا وخبيت عليا؟ والله العظيم ثلاثه ما كنت اعرف. طب سبت العربيه مع اهلي؟ يعني احصي امره. كان لازم تحذره من البنت دي ما دام شايف انها بتلعب عليه هي واخوها المجرم. والله دول ناس غلابه. مش ده اللي انت عايز تقوله؟ عشان كده حرموني من ابويا وهم عايزين ياخدوا مني اخويا كمان. ان جيتي للصراحه سعادي هو اللي مش بقول لك انه طايش. اذا كنت بتحبنا صحيح يا استعبده وعامل اعتبار للمده الطويله اللي خدمتنا فيها ابعدوا عنها احسن. وشرف بابا لو اكتشفت انه بيقابلها او بيتصل بيها هبلغ عنه شخصيا واعتبره وشارك معه في قتل ابويا.